أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينصح بقراءة كتاب البدع لابن وضاح الأندلسي؟ وما هي أهم الكتب التي تبين البدع وتحذر منها؟ نعم، كتاب ابن وضاح رحمه الله على صغر حجمه كتاب مهم ومفيد، قراءته تفيد المسلم بلا شك. والكتب المؤلفة كثيرة في البدع، منها هذا الكتاب ابن وضاح، ومنها الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي، ومنها الباعث، منها الباعث على إنكار البدع والحوادث، الباعث على إنكار البدع والحوادث. أيضا هذا من المختصرات الجيدة لأبي شامة، الكتاب هذا لأبي شامة وهو كتاب جيد، إلا أنه رحمه الله لما جاء عند المولد استحسنه وقال إنه حسن ولم يجعله بدعة، هذه غلطة منه، لكن الكتاب جيد. ومنها كتاب السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات للحوامدي المصري، الخضر أو الخضير الحوامدي المصري، هذا جيد. ومنها السنن والمبتدعات العلي محفوظ المصري، وكان مقرراً في الأزهر، كل هذه من الكتب الجيدة المفيدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.